نعم، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك وين ما كنت عم بتتابعنا. بالبدايه خلينا نحكي عن فرحة الطفل وشو قدمتوا فيها. فرحة الطفل هي عباره عن مجموعه فعاليات حصير بامان السوري للتنميه من بنى للصنوبري الساعه 6 مساء اليوم، راح تكون تشمل مجموعه اطفال تقريبا شيء ما يعادل شيء 60 طفل مع اهاليهم، ضمن فعاليات مع تقديم هدايا وتقديم شويه اكتيف فعاليات للطفل يعني. بالاضافه رح يكون في عندنا كمان فريق دي جي يعني تقريبا بهالترتيب هذا تيسير اليوم. نعم تمام. نعم يعني استاذ منتصر خلينا نحكي يمكن مبادرات كثيره حضرتكم عم بتقوموا فيها، تحيه لكم، تحيه لاهلنا بحلب، حلب الصامده دوما. خلينا نحكي عن الفئه المستفيده من مبادره فرحه الطفل، كيف عم بيتم التواصل معهم بتفاصيل معينه يعني؟ تماما. خلينا نبلش بالبدايه، نحن اكيد اللي صار نحن ببلدنا بعد عدوان الارهابي اللي صار مدى 10 سنوات كان لابد من ايجاد مبادرات خلاقه لترميم الجانب الاجتماعي وخاصه منهم في سن طفوله. يعني اكيد ولدوا هن فتره الحرب ما كان له ذنب صراحه بيني يعني، فكانت مبادره انسانيه توجيه الاطفال بالطريق الصحيح يعني وبشكل علمي. أن اكيد بناء المجتمع من جديد ينطلق من هنا. كما ورد في كلمه السيد الرئيس بمناسبه القسم، العمل الامل بالعمل. فنحن بلشنا بهالخصوص وهالمبادره هي، وهي تشمل تقريبا اطفال بمناطق متضرره بالمناطق السكريه وكلاسه والى اخره، وتشمل اطفال انحرموا من الرعايه الاسريه، اطفال ايتام منه. حاولنا نعمل شيء لهم وان شاء الله يا رب هيك يكون على قد هذا الشيء نحن يكون قد الفعاليه هي. اكيد. وهون بدي اسالك استاذ منتصر، مثل ما ذكرنا بالبدايه رح يتم دمج اطفال متلازمه الحب داون مع الاطفال العاديين من خلال فرحه الطفل، نحكي عن هالمشاركه واهميتها. تماما. اطفال متلازمه داون هن جزء من المجتمع الطفولي، بالعكس هن تماما هالاطفال عندهم حافز بالفطره، اكيد عندهم شيء يبدعوا فيه ويكونوا خلاقين ويثبتوا للمجتمع ان فعلا هن عندهم قدره يوقفوا بثبات. فاكيد احنا عملنا شيء، عم نحاول احنا مجموعه اطفال هن تقريبا لا يقرب حدود شيء 4-5 اطفال دمجهم مع المجتمع الصحيح. بالاحرى نحن يعني عم نعمل شيء جديد بهالخصوص نوعا ما. يعني بصراحه نحن يعني لازم نحن ما نشوف هدول الاطفال هن لازم داون هن عندهم اعاقه، بالعكس هن عندهم قدره مختلفه على الاخرين. وفي مقوله للدكتور تيم بيدراين، انا مختلفه لكني لست اقل. فاكيد هن ملائكه على البشر، ملائكه بشر على الارض. نعم نعم تماما. استاذ منتصر يعني ايضا بالختام خلينا نحكي عن الخطط يمكن يلي دائما بتسعوا لتنفيذها من خلال مبادره شهيق زفير، اذا فينا نحكي كمان عنها قبل الختام. شهيق زفير مستمر. شوفي احكي لك شغله، الكورونا حتنتهي، الكورونا احنا متعايشين معنا احنا كاي مرض. بس شهيق زفير مستمره، شهيق زفير مستمره في 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 نقطه كثير مهمه في مراكز معينه بالمناطق المتضرره السكري كلاسي والى اخره. عم نحاول نحن هلا حاليا نعمل مثل مركز لتعليم الاطفال مهنه مثلا الخياطه، الحلاقه، اي مهنه يستفيدوا منها بالمستقبل خاصه بفتره الصيفيه اللي احنا ما بنكون معطلين بالمدارس. فنحن عم نشتغل على الموضوع، عم نعول على الموضوع كثير مهم تعليم الاطفال. فان شاء الله مستمرين وان شاء الله تكون امور قدام يا الله. نعم بالختام اكيد بدنا نتشكرك، نتشكر جهود كل مين عم يشتغل اكيد لاهلنا بمحافظه حلب وباي مكان باي مبادره، دائما انتم الايد اللي بتساعد لانه ايد لوحده ما بتسقف، لازم نكون كلياتنا ايد وحده باي ظرف بنتعرض له سواء كورونا او غيرها. شكرا كثير لك وتحيه لاهلنا بحلب. شكرا سلمى. شكرا. أضحى مبارك وشكرا لك استاذ منتصر كيالي، كنت عبر اتصال هاتفي معنا من حلب.